نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. وزارة الصحة ترضخ لشركات الدواء في أزمة الأدوية المزمنة. على درب الرئيس، نواب يتبرعون لبناء مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية. لجنة العفو الرئاسية تنتهي من القائمة الثانية في انتظار عرضها على السيسي. وزارة التضامن تنفي ما تردد عن التجنيد الإجباري للفتيات. مولانا يتصدر دور العرض السينمائي في رأس السنة. ترامب يقر بمحاولات لاختراق مؤسسات وشركات أمريكية بينها الحزب الديمقراطي. إسرائيل تخفض تمويلها للأمم المتحدة بسبب المستوطنات 6 ملايين دولار. السويد تحافظ على البيئة بالتوك توك الكهربائي. وحمد رزق يكتب الإخوان المنقرضون. أهلا بكم من جديد. الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن الوزارة ستسلم شركات الدواء الخميس المقبل القائمة النهائية بالأدوية التي سيتم تحريك أسعارها. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الوزير رضخ لمطالب شركات الدواء فيما يتعلق باستبعاد الأدوية المزمنة من الزيادة والتي لا يتعدى عددها أصابع اليد، فيما أعلنت غرفة القاهرة التجارية تضامنها مع شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأعلنت رفضها دعوة النقابة للغلق الجزئي للصيدليات يوم 15 من يناير الجاري. وبنرحب في الاستوديو بالأستاذ محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا سيدي. برأيك من لديه الحل لإنهاء أزمة الأدوية؟ مفيش حل طالما الدولار بيرتفع وطالما في مستوى الدخول لم يرتفع في المقابل، الأزمة مستمرة، دخل المصريين منخفض، العلاج يعني مفيش حل قوي، رقابة الدولة ضعيفة. حتى بصي القرار اللي اتدى من امبارح وتمت ترويج له يوم الخميس ويوم الجمعة، اعتقد لم يفعل جيدا. والناس ما يعني انا قريت قرار ان الاسعار ما فيش اثر راجع. روح اي صيدليه النهارده، شوفوا كل اللي موجوده على الرف بتاعته على الريون بتاعه، هتلاقي الاسعار قديمه. هذا بيان قلت لزميلنا امبارح وكتبتنا امبارح ان هذا البيان اللي هو الاستهلاك الاعلامي وليس حقيقي. وبعدين القصه اللي احنا شغالين عليها بكره، ده اللي انا بقوله لك ده عارفينه من امبارح واول امبارح وكلنا عارفين، ساره عارفاه وانت عارفاه وانا عارف. هذا البيان خاص بالرأي العام، إنما في الحقيقة كل البضاعة كل الأدوية الموجودة في الصيدلية رفع أسعار من بدري، من قبل ما من أسبوع 10 أيام، 20 و30% أكتر من البدء. الحاجة الثانية، ما هي مفهوم الأدوية المزمنة؟ الأدوية المزمنة زي زميلنا إبراهيم الطيب بيتكلم، أنت في الآخر هتلاقي 3-4 أدوية دول أنت ماسكة فيهم، إنما مفهوم العلاج المزمن، مفهوم البديل الأجنبي للعلاج المصري هو ده الأساس، كلها رفعت والوزير عامل إن هو مش واخد باله. وأعتقد إن هو التصعيد بقت منورة أكتر، في إغلاق جزئي، ما فيش إغلاق جزئي، هو ده الأزمة. وهتشوفي أكتر من بيان لغاية ما يجي موعد هذا الإضراب. تبرع عدد من أعضاء مجلس النواب لبناء مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تبرعه أثناء زيارته للكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد، مؤكدين أن مبادرة الرئيس رسالة للعالم كله أن مصر شعب واحد في مواجهة الإرهاب والتطرف. وطالب النواب المتبرعين بإنشاء صندوق موحد للتبرع، فيما وصف البابا طوادروس الثاني إعلان الرئيس بالخبر المفرح لكل المصريين. أستاذ محمد، ما رأيك في حرص الرئيس على تهنئة الأقباط بأعيادها؟ بصي، في ليا أكتر من صديق قبطي شايفين بعض الحديث عن بعض الأصوات اللي على الفيسبوك وكده بتتكلم بتستكتر على زيارة الرئيس. خلي بالك، هي عملية جديدة وجميلة. الناس بتنسى ان مثلا الرئيس حسني مبارك لم يقم بزيارة الكاتدرائية في مثل هذه الأعياد لمدة 30 سنة تقريبا، دخلش الكاتدرائية غير مرتين في مناسبات عزاء وكده. محمد مرسي رغم الأمور كانت محتدمة وكان هو في حاجة إلى الأقباط وحاجة إلى
كل فئات الشعب في الفترة اللي كانت محتدمة، قاعد وما اغتنمش الفرصة وما راحش، يعني ما راحش، وكانت شكل عجيب، وبالرغم كانت بعد الثورة وكده كانت الناس حاسة ان الراجل يعني روح اللي كانت بريئة ما راحش. انما مرتين وروح الرئيس دي عملية ايجابية، يفي بوعده والجيش يفي بوعده، وترمم الكنيسة البطرسية. احنا اتكلمنا عن في نوع من القصور الامن، ولكن كل واحد ياخد حقه. الكنيسة البطرسية تم ترميمها بشكل رائع، تبرع الرئيس في نوع من الحمامية. كمصري وكقريب من اصدقاء الاقباط عارف ان دي حاجة كبيرة جدا، فمش عايزين نبخس حقها. والحاجة الجميلة، أنا سألت النهاردة زميلتنا وفاء بكر وزميلنا في مصر اليوم ما هي مواصفات هذه الكاتدرائية، يا ريت يبقى في رسم يعني في الماكيت على الأقل اللي موجود. هي حاجة كبيرة جدا على أربع، أقول لك خبر على الهواء، أربع أفدين على الأقل ونص، وتقريبا مساحة مماثلة للمسجد. وبعد تبرع الرئيس مباشرة زي ما الخبر بيقول، هناك أسماء كثيرة، لو أنت الخبر أو المواقع التالية المواقع الإخبارية في حملة تبرعات كبيرة جدا. واعتقد ان الهدف هتلاقي الايام اللي جاية ان اعتقد ان هو سيكون المسجد والكنيسة بتبرعات كاملة وليس من فلوس الدولة. محمد حبيب هادي الصدر السفير العراقي الجديد بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية طالب في حوار اختص به المصري اليوم السلطات المصرية بحل أزمة تأشيرة الدخول، مؤكدا أن السياح العراقيين لديهم القوة الشرائية لإنعاش السياحة المصرية، مشددا على تفاهم العراق تخوف مصر من دخول الإرهابيين وسط السياح العراقيين. وأشار السفير العراقي إلى أن بلاده مستعدة إذا طلب منها الوساطة بين تركيا ومصر للمصالحة. أستاذ محمد، هل يمكن التعويل على العراق في موضوع السياحة، وهل هناك احتمال للمصالحة مع تركيا؟ والله سؤالك كويس جدا، والحوار ده غاية في الأهمية، والراجل عنده رسائل كتير عايز يقولها، عايز يشتغل وبيشتغل صح. خلي بالك انت اتكلم عن السياحة، امبارح كان عندنا ملف عن سياحة القدس، والراجل ده بيتكلم عن السياحة نوع آخر، سياحة عراقية. في تخوف مصري دائم من السياح الشيعة، وخلي بالك المزارات المقدسة لا تقل أهمية وتقل دينيا عن العائلة المقدسة مسيحيا بالنسبة للشيعة وبالنسبة لمحب آل البيت بشكل عام، حتى لو سنة بيرتادوا هذه الجزئية. هذه واحدة، اعتقد ان هي مفروض امنيا احنا دولة قوية، مصر دولة قوية جدا مش هتخاف، الارهابي ارهابي واللي جاي سياح سياح. واعتقد في فترة من الفترات كان في سياحة إيرانية وجات على الأقصر وجات على شرم الشيخ، وما كانتش فيها، مش جاية بس عشان مزارات آل البيت. هذه واحدة. أما ما يتعلق في يعني مواطن كثيرة وجوانب مهمة جدا للتعاون مع تركيا، التعاون في مجال البترول، التعاون، احنا اتكلمنا فترات كثيرة عن مشتقات بترولية من العراق وقد يكون بديل للبترول الخليجي أو البترول السعودي في فترة من الفترات. الجزء الآخر هذا الحديث عن الوساطة التركية، هل العلاقة بين تركيا وبغداد بهذه القوة ان هي تبقى فيها دور وسيط؟ لا اعتقد ان العلاقة حاليا، وعندكم خبر عن الازمة في الموصل وما ذلك بين الدولتين، يعني فيها هامش من الثقة ان هي بغداد تتوسط بين القاهرة وانقرة حاليا. أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تسليم قائمة بأسماء مرشحين من قبل اللجنة للإفراج عنهم ضمن قائمة العفو الرئاسي، وقالت اللجنة أن القائمة الثانية ستكون الأكبر من حيث عدد المفرج عنهم ولن تقل عن 300 مسجونا، مؤكدة أن الأولوية ستكون لطلبة الجامعات والشباب المقبوض عليهم وفقا لقانون التظاهر، خاصة في مظاهرات تيران وصنافير. واستبعدت اللجنة كل من له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية. أستاذ محمد، لماذا تأخرت القائمة الثانية من قوائم العفو الرئاسي، ولماذا أيضا لم تضم أحد من المشهورين أو المعروفين؟ عايز أقول لك أن حتى اللي كاتبين الخبر، مصادر الخبر في مصر اليوم ومصادر الخبر في 3-4 جرائد ومواقع امبارح مش عارفين، لا عندهم الإجابة، لا أنا ولا أنت ولا نايد ولا أي حد. من يفرق؟ من يقوم؟ يعني أنا متفائل خير بهذه اللجنة، ما زلت متفائل بالأسماء المحترمة اللي فيه، ولكن من في يده أن يحل هذه الأزمات اللي هي في النهاية بتحط علامات كده
خط احمر حول انجازات 2016، والعامين من انجازات الرئيس مفروض الملف ده يغلق، من عليه قضيه يدخل الحبس. انما ملف المحبوسين احتياطيا، يعني في يبقى في احكام قضائيه لكل من هو ارهابي او من هو يعني خالف القانون. انما هذه الاعداد المفزعه اللي تتناولها بعض المنظمات الدوليه انا مش عايز اصدقها، بس برضو مش عايز طالما اللجنه، واخلي ثقتي وكلامي من خلال كلام اعضاء اللجنه اللي متفائلين زيي وزيك، المفروض الموضوع ده يقفل. ومن الرئيس شكل اللجنه دي من شهرين او ثلاثه، قلنا الموضوع هياخد اسبوعين ثلاثه شهر بالكثير، انما ليه التاخير ده؟ وليه كل ملف بيغيب؟ وليه كل قائمه بتغيب؟ وليه ما فيهاش مشاهير؟ ليه ما فيهاش الناس اللي هم عارفين ان هم دخلوا في قضايا حقيقيه وهي التظاهر؟ هم دول اللي هيبقوا يعني اعتقد عدد من يعني المشاهير اللي دخلوا السجن لو خرجوا، واحنا عارفين ان كلها معظمها قضايا تظاهر، اعتقد هيبقى اضافه للجنه وليس خصما منها وليس خصما من الرئيس فقط. ايضا نفت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما تردد مؤخرا بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدا أن كل ما هنالك أن خريج الجامعات والمعاهد العليا مكلفون أساسا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يستجد أي شيء مؤخرا. وقالت الوزارة أن قانون الخدمة العامة ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد، ويصدر بشأنهم قراران من الوزارة بتكليف هذه الدفعات مرتين في السنة وفي مجالات الخدمة العامة، ويتم إعطائهم مكافأة شهرية رمزية. شهدت الأفلام المعروضة في موسم رأس السنة منافسة شرسة، خاصة مع بدء عرض فيلم مولانا بطولة عمرو سعد وقصة وحوار إبراهيم عيسى، الذي نجح خلال 3 أيام في تحقيق 1.5 مليون جنيه تقريبا. ولم يحقق فيلم يوم للستات بطولة نيلي كريم سوى 60,000 جنيه فقط منذ الأربعاء الماضي. وتم رفع فيلم البر الثاني بطولة وإنتاج محمد علي من دور العرض نتيجة تراجع إيراداته. والآن مشاهدينا إلى فاصل، ونواصل من بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس. عودة إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. مصادر حكومية سورية أعلنت توصل القوات الحكومية إلى اتفاق مع فصائل معارضة على وقف إطلاق النار في وادي بردة شمالي دمشق، الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في العاصمة. وجرى الاتفاق بوساطة روسية، فيما نفت فصائل المعارضة التقارير التي تحدثت عن الاتفاق، متهمة القوات الحكومية بقصف محطة ضخ المياه في بداية الحملة. أستاذنا محمد، هل تعتقد أن الجيش السوري حقق تقدم يمكن أن يفرض واقع جديد على المفاوضات مع المعارضة؟ بالفعل هناك أكثر تقدم دلوقتي، ما حدث في حلب خير دليل الوقت بس هي الخطورة كان الشغل برده بالتحديد أنك أنت على أبواب دمشق، فالقسوة في التعامل الجيش المنتصر في حلب وما إلى ذلك، في ثقة روسية في القدرات الأسد أكثر من ذي قبل، بدليل الناس بيخرجوا من هناك وهم مطمنين على حلفهم القوي الآن. ولكن أعتقد هي نوع من المناورة، كلما اقتربت من اجتماع فصائل معارضة مع الحكومة في العاصمة أستانا قريبا للاجتماع، روسيا مش عايزة هي اللي بتقود إلى هذا الاجتماع، فمش عايزة تفسد هذا الاجتماع. ورغم غياب واشنطن عنه، لكن أعتقد إن نوع من المناورة، هناك اتفاق قبل 10 أيام تقريبا، ولكن الرغم كده الضرب كان مستمر، إنما كلما اقتربت من الاجتماع نوع من المناورة ونوع من التهدئة لكي تبدو واشنطن دمشق وكي تبدو روسيا إن هم فاعلين وحريصين على إنجاح المفاوضات. قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي إن تركيا تعهدت بسحب قواتها من الأراضي العراقية تزامنا مع تحرير مدينة الموصل. جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع وصول يلدرم إلى بغداد في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع منذ النزاع الدبلوماسي بشأن وجود القوات التركية في شمال العراق، لبحث ملفي التواجد العسكري التركي في جبل بعشيقة شمال العراق ومسلحي حزب العمال الكردستاني في سنجار. أستاذ محمد، يعني برأيك هل استفادت تركيا من الأحداث في سوريا والعراق فيما يتعلق بمواجهة الأكراد؟
هي استفادت كثيرا، ولكن الامور ما كانتش في ايديها اقوى. داعش والعمليات التفجيريه اللي حصلت اخيرا كانت رساله قاسيه لاردوغان، رساله قاسيه. اعتقد اللي كان مستفيد اكتر سواء ثبت ان داعش بشكل ما او باخر كانت قريبه من اهدافها، لا يوجد ما يثبت انها كانت قريبه من حزب العمال الكردستاني في اي يوم في هذه الفتره بالتحديد. ولكن الامور حدث نوع من الارتباك، اصبحت تركيا اكثر في حده. كانت كل الاعلاميين يعرفون جيدا ان هناك كانت اصابع خفيه تلعب، التركية تلعب مع داعش. هذه المره عندما حدثت هذه التفجيرات وتم الاعلان بشكل رسمي او غير رسمي باصابع داعش وراءها، الصوره تغيرت. ولكن دعيني اقول لك ان الوضع في الموصل الان، هناك حكومة أثبتت وأنها أكثر عقلا من ذي قبل. ما فيش، أنا كنا متوقعين النوع من العنف الشيعي تجاه السنة هناك، لكن هناك حدث نوع من الترويض للعشائر وقوتها، وبالتالي كان رد الفعل التركي أقل. أنا كنت بتوقع نوع من الصدمات الأكثر من ذلك في الموصل وشمال الموصل بالتحديد، ولكن هذه المرة أعتقد في نوع من العقل ولتقديم صورة لما يشبه ما بعد داعش، نوع من الحل الدائم في الموصل وفي منطقة في سوريا. أعلنت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة أن تل أبيب ستخفض 6 ملايين دولار من تمويلها لهيئات أممية في 2017 احتجاجا على قرار أصدره مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي. ووصفت البعثة هيئات الأمم المتحدة بأنها معادية لإسرائيل، مؤكدة أنها ستمضي قدما في مزيد من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الأنشطة المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة. الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قرب أن هناك محاولات والصين ودول أخرى لاختراق المؤسسات الحكومية والشركات وبعض المؤسسات مثل الحزب الديمقراطي، غير أنه لم يذهب إلى حد تأييد فرضية حدوث تدخل روسي لمصلحته في الانتخابات الرئاسية. سيد محمد غريب، بعض الشيء اعترافات ترامب بأن هناك تدخل روسي أو صيني أو بعض الدول الأخرى في الانتخابات، خاصة بعد نفيه للأمر أكثر من مرة. بالفعل ده اللي كان بيقوله دايما الحزب الديمقراطي، ده اللي كان بيقوله الرئيس الأمريكي، ده اللي كان بيقوله المرشحة المنافسة هيلاري كلينتون. ولكن بعتقد في أكثر من سيناريو. أنا واقعيا ده ترامب الرئيس، ده دماغ المانيو. يعني بص، ترامب اللي نجح النوع من الديماغوجية اللي كانت موجودة دي ستتوارى شيئا فشيئا، وبعد كده بيحل بعدها مكانها ترامب الذي يفكر كعقلية الرئيس، وراءه هيئة استشارية، وراءه مؤسسة. فبالتالي هناك واقع لابد أن يمتص هناك. أعتقد أما المخابرات اللي البنتاغون يتكلموا امبارح ومن قبل رئيس بحجم رئيس له شرعية لثمان سنوات أنه هناك حصل نوع من الاختراقات، فأكيد عندهم معلومات. في المقابل هو بيمتص هذا الفورة، وأكيد لديه معلومات تثبت ذلك. ولكن بعتقد أن هذه القضية ستكون دائما على مدى 4 سنوات مثل كرة السلة، كلما على صوت ترامب في أي قضية غريبة شوية سترتفع الأصوات التي تفجر له هذه القضية بمعلومات جديدة أو إعادة تدوير. هذه دائما يعني قصة الأمريكان مع القضايا التي تبدو صغيرة في النهاية ثم تكبر شيئا فشيئا كقرى الثلج. أعتقد أن هذه القضية هي شوكة في جسد ترامب وجسد الجمهوريين لمدة 4 سنوات كاملة. كشفت السلطات الأمريكية عن هوية المشتبه به بإطلاق النار في مطار فورت لودردال في مقاطعة فلوريدا، وهو جندي أمريكي سابق في الحرس الوطني، دون أن يتم تحديد الأسباب التي دفعته إلى القيام بالهجوم الذي أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. شددت ميشيل أوباما خلال آخر كلمة رسمية لها قبل أن يترك زوجها باراك أوباما الرئاسة على أهمية تنوع الأديان والاتفاقات والأعراق الذي يجسد الشخصية الأمريكية. ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية كلمة ميشيل بأنها وداع مؤثر اختنق بالدموع.
في إسبانيا احتفل المواطنون بأعياد رأس السنة الجديدة من خلال قيام شخصيات بالتنكر في زي ملوك وتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال بدلا من بابا نويل. وتقول الرواية إن هؤلاء الملوك قدموا من الشرق متتبعين نجما في عيد الميلاد لتقديم الهدايا. يبدو أن السويد البلد الحريص على البيئة تسلح لمكافحة التلوث بالتوك توك كسيارة أجرة، ولكنه توك توك يعمل على الطاقة الكهربائية، ويطلق على التوك توك السويدي اسم بوت تاكسي، ويمكنه قطع مسافة 45 ميلا قبل أن تشحن بطارياته من جديد. والآن لفاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. تنشر المصري اليوم الأحد على صفحاتها حوارا كاملا مع دكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تتناول فيه مصير بث بطولة أمم إفريقيا في الجابون 2017 التي تنطلق يوم 14 من يناير الجاري. المزيد في التقرير التالي. العقد ما بين الكاف وما بين جارير ده لابد من إلغائه، هو أصبح مخالف للقانون ومن ثم لابد من إلغائه. طلبنا وحددنا فترة زمنية معينة يخطر الجهاز بإلغاء هذا العقد، إذا لم يتم فبحكم القانون هو باطل، ومن ثم ما يترتب عن هذا العقد باطل، وبالتالي العقد ما بين لاجاردير وبين سبورت باطل. إلا أننا طبعا لأننا لابد أن احنا نبص لمصلحة المشاهد برضو، مصلحة المواطن المصري اللي نزل ودفع اشتراك ودفع فلوس على وتحول من النايل سات لسهيل سات عشان يشوف المباريات، لابد أن نضمن له حقه. فبالتالي قلنا استثنائيا دي لازم تكون واضحة، يمكن الاتحاد الافريقي ان يظل يمنح الحق للشركه بين سبورت انها تبث بطوله الامم الافريقيه في 14 يناير على شرط ان ما تكونش الشركه الوحيده، في شركه اخرى تقدمت، يبقى هذه الشركه الاخرى يكون لها ايضا الحق بعد ما تدفع بقى المبلغ المالي الذي يتم الاتفاق عليه اسوى بالشركه الاخرى، وبالتالي تتمتع هي بدورها بهذا الحق. لو اي شركه ثانيه تقدمت عايزه تبث عبر الانترنت نمدحها هذا. القضيه هنا متوقفه في شركات هتقدم ولا لا، احنا على حد علمنا ان هي كانت هذه الشركه التي تقدمت، لكن لو في شركات اخرى تقدمت ينظر اليها. يعني هذا هو الهدف، احنا نمنح المنافسه وليس ان احنا ننتقل من شركه الى شركه اخرى. استاذ محمد، يعني دكتوره منى الجرف تحدثت بتفاصيل اكثر عن بطوله امم افريقيا وتحدثت عن بعض القضايا المهمه، عايزين نعرف ابرزها ورايك في الممارسات الاحتكاريه التي تحدثت عنها. بس مبدئيا انا بشكر الزميل محمد هواري، عمل حوار كويس قوي، ورئيس تحرير النشره وهو الذي قام بهذا الحوار، وانا بقول ان هو كلامك صح، هي اتكلمت عن بطوله افريقيا، ولكن في فترات سابقه وانت انا يعني الفيديو انا قاري الحوار، انما فيديو هل هي تدعو في فترات سابقه هي قامت بشغلها كويس ورفعت دعوه قضائيه وكل حاجه، انما هل تستطيع الحكومه المصريه او من يمثلها وزاره الشباب وزاره الاعلام ان هو يفتح يزيع يمنح الشاره لاي حتى تلفزيون مصري؟ في فترات سابقه عملناه وكان في قضايا زي كده، هل تستطيع لدينا القوه ان ندخل في هذه المنافسه الان مع الاتحاد الافريقي او مع بين سبورت او كده؟ هذا سؤال. السؤال الثاني اعتقد ان احنا متاخرين، كان المفروض يتم من بدري. الحاجه الثالثه كنت اتمنى ان هو كان فيه يبقى مواجهه مع الكاف بس باسلوب اقل عنف شويه. ليه؟ دي دوله مقر. دوله مقر في حساسيه شويه. ومفروض الى الان في عقلانيه شديده من الكاف، عارفين ما ردوش. وبالرغم احنا شفنا، انا شفت كان مصدر قال لمصر اليوم لزميلنا كريم في ان ده لا يحق لمصر ان تقيم هذه الدعوه. الامور معقده جدا، اعتقد نحن تاخرنا كثيرا وكان المفروض يبقى من شهر هذه الاجراء الذي قامت بالدكتوره منى. الحاجه الثانيه انما في المقابل انا بحييها واحيي شغلها، هي اتكلمت في الحوار في اجزاء اخرى من الحوار الصفحه المنشوره بكره عن هل هناك ممارسات احتكاريه في الاسمده في الادويه في السكر، وتحدثت بشكل ايجابي جدا عن دعمها اللامحدود، وهي اعتقد ان هي وجه لابد ان يدعم. واذا كان في احنا شفنا الوزير محمد عرفان
شفنا مثلا دعم الرئيس لأجهزة رقابية يعني في أجهزة مفروض تشتغل في 2017 بشكل أكثر، مفروض ندعمهم كثير. في ناس كثيرة جدا اطمنت أن الأمور هادية، فبدأت نسب الفساد أتوقع خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتت كثيرة جدا، ولابد أن ندعم كإعلام كصحافة فضائيات كل حاجة هذه الحملات التي تقوم بها الرقابة الإدارية، منع الاحتكار زي ما بتقول الدكتور، كل هذه الأجهزة أعتقد. لكن أنا أعتقد أن في بعض ممارسات السلع، كنا بنتكلم من شوية على الأدوية، السكر والأسمدة، فيها ممارسات أعتقد أنها ممارسات احتكارية على الجهازها، وممكن أقدم لها أدلة كثيرة. هناك ممارسات احتكارية حقيقية ونحن نعرفها، سواء من وراء الدولة أو الدولة عارفاها وعاملة أن هي مش واخدة بالها. في أجهزة، في شركات محددة عارفة وبتستغل وبتحتكر سلع وبتحدد الأسعار، وبعدين تحتكر تكتنز هذه السلع وتزيد بعد شوية. والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان الإخوان المنقرضون، يكتب حمدي رزق في عدد الأحد من المصري اليوم مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة مقاطعة أخبار الإخوان، مشيرا إلى أن التنظيم يحيا الآن بعد تكفيف منابعه المالية والبشرية على تمويلاتهم الإخبارية، مطالبا بالرشادة في تناول الشأن الإخواني من قبل المسؤولين عن تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها المجانية للجماعة الإرهابية في ظل سباقات ضارية على الخبر الإخواني الخبيث. أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى تتفق مع الأستاذ حمدي رزق؟ والله هو مقال جميل أوي ومعقد جدا، وأتفق مع معظمه، بس فيها حاجات تانية. أنا كرئيس تحرير وأنا بفكر في اللي كاتبه الزميل حمدي، أنا هو الذي يقصده حمدي هو بيبقى حاجة واحد كتب مثلا خبر تويتا مثلا على انقسامات أو كده، فإحنا بنجري الخبر نكتب خبر يبقى له مقرية أو نظن أن له مقرية. هو يقصد أن هذه الأخبار الجماعة باتت شبه ميتة وهذه الأخبار تحييها، ولكن في المقابل بعض الأخبار اللي أنا أقصدها مثلا وأعنيها محاكمات الإخوان، عمليات إخوانية، مراجعات إخوانية حقيقية، لو هناك شخصيات فاعلة سواء في الإخوان أو المجتمع المدني أو حتى لو إرهابي، بس خبر متعلق، خبر مثلا على سبيل المثال الظواهري مثلا هو بيتحدث عن داعش امبارح، لازم أخده، هذا خبر له حقيقة، لازم لو ما خدتوش واشتغلت عليه وشغلت قسم كامل أو اتنين تلاتة عليه يبقى هذه جماعة إرهابية، ولكن تهمني وتهمك، يهمني القضاء عليه أو يهمك القضاء عليه، إذن خبرها يهم. هذا ما نقصده من خبر الإخوان. خبر الإخوان إذا كانت محاكمة أو إذا ما كان حمدي يقصده، إذا خبر بسيط في تويتر هنا أو هناك نضخمها، وأنا أعتقد نقول للجماعة أعتقد هو يقصد ذلك. ما عدا ذلك فهناك أخبار مهمة، سواء يعني أخبار محاكمات الإخوان على سبيل المثال لابد أن تتابع، أخبارها تهم المواطن بالفعل. والآن لفصل الأخير، ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. كل لحظة حلوة بتمر في حياتنا بنبقى محتاجين أننا نخلدها علشان تفضل معانا العمر كله، وده كان رأي والد نهر أسامة البحر الفنانة التشكيلية اللي راحت ضحية الإهمال هي وأسرتها في حادث انهيار بناية لوران بالإسكندرية. وبعد انتشار القصة قررت ساقية الصاوي إقامة مسابقة فنية للأعمال التشكيلية كل عام لإحياء ذكرها، وتكون نقطة مضيئة لتشجيع الفنانات التشكيليات تحت سن 30. تعالوا نعرف القصة كلها في تقرير زميلتنا فرح وندعو بالرحمة للراحلة الفنانة الموهوبة صاحبة اسم هذه المسابقة نهر البحر. أوحت لنا هذه التجربة المريرة وهذا الحادث المؤسف بمسابقة ومعرض للفنانات الشابات وجائزة الفنانة نهر البحر في دورتها الثامنة.
قالوا اولادي في اسكندريه، هم بيحبوا اسكندريه ما كانوش عايزين يجوا القاهره ابدا. 24 ديسمبر 2007 اللي هو الاثنين، كان يوم الاثنين، انا كنت الشغل هنا في القاهره وهم كانوا في اسكندريه طبعا. فجالي تليفون من صاحبي، في مشكله في الاسكندريه في العماره وبتاع، وهم حبوا يجيبوها لي بالتدريج يعني. لما رحت لقيت كل شيء تماما منتهي. بعد ما العماره وقعت انا كنت عارف نهري، كانت الله يرحمها بتسجل وكان عندها على اللابتوب، وقمت عامل معرض وانا فكرت في اني بعمله ليه، لما الناس كانت بتقول طب انت ايه الفكره؟ ان انا طبعا ماليش عايز حد يقع في المشكله اللي وقعت فيها دي، فانا قلت لما اعمل قضيه راي عام والناس تفهم ايه الامور وتعلن الامور ويحصل فيه اعلان عن مدى الفساد ومدى ما يمكن يؤدي اليه، يمكن والله اعلم يتم تدارك الامور وعمارات تانية ما توقعش. استاذ محمد الصاوي قال لي انا هعمل، خليك معايا نعمل مسابقه باسم بنتك وتبقى كل سنه، وفي نفس التوقيت بتاع من 21 ديسمبر ل 29 ديسمبر، احنا هنعملها بنات بس لان دي كانت بنت واحنا عايزين كمان. قلت له انا حابب قوي قوي، مش تعصبوا للبنات، لا احنا عايزين نشجع البنات والستات. ربنا اخذ يعني قضاء نهر الى جواره، لكن هو عوضني باكثر 150 بنت يعتبروا بناتي فعلا. الانسان روح لا جسد اساسا، وان لما الانسان الجسد بيتهاوى بتنطلق الروح لايه؟ للافضل، الحياه افضل. فهي انا متخيل من هذا المنطق ان هي واحنا بنعمل الاحتفاليات دي كلها انها روحها موجوده معانا في القاعه وبتقول لي ميرسي يا بابي وتسلم على الناس وفرحانه في الحكايه دي. في بعض الاحيان قد تاتي الحلول بعد فوات الاوان، والان هنتعرف على اسعار الذهب. جرام عيار 24 720 جنيه، جرام عيار 21 630 جنيه، جرام عيار 18 540 جنيه، جرام عيار 14 420 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 5040 جنيه. أما الآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة العظمى 16، الصغرى 9، الإسكندرية 18-5، شرم الشيخ 19-15، الغردقة 18-9، الأقصر 18-5، أما عن أسوان فالعظمى 19 والصغرى 7. كده مشاهدينا احنا وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة، بشكرك يا سارة. شكرا. وشكرا أستاذ محمد. شكرا زينب. شكرا. وبالطبع الشكر موصول لكم مشاهدينا، وتلتقونا غدا ونشرة جديدة من المصري اليوم على القاهرة والناس. تابعتم في نشرة اليوم: تعاون مصري قبرصي للتنقيب عن الغاز وسط قلق إسرائيلي. المصري اليوم في قرية القصابي مسقط رأس المتهم بذبح بائع الخمور. جامعة النيل تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة ماجستير. رئيس حماية المنافسة تكشف كواليس إحالة حياته للنيابة. روسيا تسحب حاملات الطائرات كوزنستوف وتخفض قواتها في سوريا. مجلس النواب الأمريكي يدعم إسرائيل ضد قرار مجلس الأمن الدولي. كيري وأوباما حذرا روسيا من التدخل في الانتخابات الأمريكية قبل التصويت. ترامب يعين سناتور مناهض لروسيا مديرا للاستخبارات القومية. وعمر حسنين